السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إصابة 51 شخصا في حادث مرو بولاية بجاية الحادث مثل في انحراف حافلة كانت تقل تلاميذ كانوا بصدد الذهاب في نزهة إلى ولاية جيجل بالمكان المسمى سبت تقديم ببلدية ودائرة أميزور. خلف الحادث وللأسف إصابة 51 شخصا حيث تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى المستشفى المحلي من طرف مصالح الحماية المدنية. نسأل الله السلامة والشفاء العاجل للمصابين.